شاركت أمريكا بالإنزال الجوي للمساعدات فوق غزة السبت لأول مرة مع دعوات لوقف هالمهزلة وإدخال المساعدات للغزيين مثل الخلق، يعني بالبر أو إذا شي بالبحر. شو القصة ورغم التجويع ليش هيدي بتبقى مهزلة؟ بحسب الأمم المتحدة أكثر من 500,000 فلسطيني بعاد خطوة عن المجاعة. الإنزال الجوي ما بيقدر يوقف هالشي، بس بيقدر بالمقابل يلمع صورة أنظمة عربية وغربية متواطئة مع إسرائيل وجاي اليوم تغسل إيديها. بالحقيقة معظم الدول اللي مشاركة بالإنزال الجوي مشاركة بحصار غزة. مصر شاركت بالإنزال الجوي وهي البلد العربي الوحيد اللي عنده حدود برية مع غزة، بس معبر رفح مسكر. مصر وإسرائيل عم يتبادلوا اتهامات العرقلة وآلاف الشاحنات ناطرة. الأردن شاركت بالإنزال الجوي وهي البلد العربي اللي فتح جسر بري لنقل البضاعة لإسرائيل بعد أزمة البحر الأحمر. الملك ما نسي يتصور بالطيارة وأخذ معه كل إنفلونسرز بلد. أمريكا شاركت بالإنزال الجوي وبعتت بالشهر الخامس من الإبادة 38,000 وجبة غذائية بعد ما كانت خصصت من الشهر الأول دعم مالي عسكري إضافي لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار. الدفاع المدني الفلسطيني قال إنه الإنزال الجوي الأمريكي بيساوي بالحقيقة شاحنتين من المساعدات، بس سياسة تزويد إسرائيل بسلاح لقصف الغزيين ومن بعد إرسال المساعدات للغزيين مش جديدة. هيدي مقابلة بال 2014، لأن الأمريكان ناس طيبين وتعاملوا معنا بشكل طيب محترم، بدون رغيف خبز وبدون ساندويش، وبدوا الإسرائيليين صاروخ ودبابة وطيارة. مع اشتداد التجويع كل رغيف خبز مهم، بس الجمهور المستهدف من هالمسرحية هو المتفرجين من حول العالم ومش الناس اللي ناطرين الانزال جوا غزة. هيدي اذا زبط الانزال، قسم كبير منهم نزل بالبحر، طلع اتجاه الريح وين؟ كله على البحر، بس ببرقوا يعني انه برقوا زمته منهم، برمونا مساعدات وبطعموا شمال غزة. شمال غزة كله جياع. في قسم نزل بالمستوطنات. وين نزل؟ وين نزلن؟ والقسم الأقل نزل بشمال غزة اللي هي أكتر منطقة بحاجة للأكل. 40 طرد غذائي يكفي 40 أسرة. عدد سكان الشمال حتى آخر إحصائية يتجاوز 600,000 إنسان. يعني نقطة في بحر حاجتنا، وهي باتجاه البحر الآن، نتمنى ألا تسقط في البحر كسابقتها. إنه تلجأ أمريكا ودول تانية لهالخيار بيكشف حدود الضغط على إسرائيل وفشل العالم بفتح المعابر البرية حول غزة. الإنزال الجوي للمساعدات هو إدانة أكتر ما هو إنجاز، خاصة إنه بيبقى مشروط بالتنسيق مع إسرائيل اللي عم تستفيد بدورة من الموضوع. عم تقنع إسرائيل العالم إنه ليكو هيدي المساعدات عم تفوت على غزة، بس بالحقيقة كمية المساعدات عم تنخفض تدريجياً. بشهر شباط كان المعدل أقل من 100 شاحنة يومياً، اللي هو أوطى معدل من أول الحرب. الإنزال الجوي بيناسب إسرائيل بما أنه بيستثني أي دور فلسطيني داخلي لتوزيع المساعدات، إن كان حماس أو السلطة أو حتى المنظمات الأهلية، والأهم توصل المساعدات للناس بلا دور لوكالة الأونروا. الإنزال الجوي بيريح إسرائيل، بيخفف الضغط الدولي عنها وبيحطها بموقع الطرف يلي عم يتجاوب مع الدعوات العالمية لتخفيف قساوة الحرب، وبالتالي بيسمح لها تواصل الحرب لفترة أطول. الإنزال الجوي مناسب كبديل آمن لإيصال المساعدات بعد ما رسخت إسرائيل فكرة أنه كيس الطحين بالبر حق ودم. مهزلة الإنزال الجوي تزامنت مع مجزرة الطحين ب 29 شباط. استهدف الاحتلال شاحنات المساعدات على دوار النابلسي بشارع الرشيد لحظة استلام الناس للطحين، واستشهد 117 شخص وانصاب 760 واحد. ورغم كل التحذيرات بعد يومين بس الأحد 3 أدار استهدف الاحتلال شاحنة تانية لنقل المساعدات بدير البلح، واستشهد 9 أشخاص وتدمرت الشاحنة. كأن إسرائيل عم تقول للناس ما بقى تعتمدوا إلا على المساعدات اللي بتنزل من السماء. عملياً كان فيها إسرائيل ما تقصف الشاحنات وتتركها توصل، كان فيها إسرائيل تفتح معبر كرم أبو سالم بدل ما تترك المستوطنين يحتفلوا بتسكيره، كان فيها إسرائيل أو الدول اللي مشاركة بالإنزال يعملوا كتير إشياء، بس لا، هيدي المهزلة أنسب لكل الأطراف إلا لأهل غزة. بس باليوم 151 للإبادة لازم المساعدات توصل لغزة بكل الطرق، بس الإنزال الجوي بشكله الحالي عم يعزل غزة أكتر، عم يصورها كأنها قطعة أرض بعيدة ما ممكن نوصلها بالبر أو بالبحر. هيدا استعراض عم يزيد الفوضى على الأرض ويصور الغزيين كأنهم مشاركين بهانجر جيمز، ويطبع مع فكرة أنه في معبر بري بيقدر يتحدى سياسة التجويع الإسرائيلية بس بعده مسكر.